بناتها موز وطافي، هي اسمها بنافي، جايه من خلط كلمه بنانا مع طافي، فهي طالعه بنافي. انا بس هعمل خطوه سريعه كده وهرجع نكمل مع بعض، ان انا هحط السكر على النار يتكرمل. البنافي دي بتتعمل ازاي؟ بنعملها زي نفس فكره التشيز كيك كده، ان انا طبقه من البسكوت، ويا جماعه يعني الحاجات دي انا بعملها على طريقتي انا، لان هي اصل البنافي بيتعمل ببيز بتاع التارت، بس الطعم الاحلى ان هو يبقى زي التشيز كيك. فاول حاجه معايا البسكوت المطحون، انا طحنته في الكبه ناعم. المقادير نقولها سريعا: بسكوت مطحون، زبدة، وبحط له برضو الخليط ده، شوية من المية، بعجنه كويس قوي، وهبتدي ان انا ارصه في القوالب دي كده. الخطوة دي احنا عملناها في التشيز كيك قبل كده. بعد ما رصيته بدخله الفرن 7 دقايق ياخد تحميصة كده. بعد ما بيتحمص معايا بقفل عليه الفرن. يعني اهو ده كده شكل التارت بتاعي. هبتدي ان انا اطلعهم هوريكو. ادي التارت اهو، يمين ولا اوكي اهو، انا حمرته وهبتدي ان انا اشتغل بيه. البنافي عاده بتتعمل، صوص الطافي ده بنعمله للبنافي ازاي؟ ان انا بحط علبه لبن مكثف محلى في حله فيها ميه، وبسيبها من 2 لـ3 ساعات، بس اتاكد ان الميه مغطيه الحله بتاعتي، وبعد كده بسيبه خالص ان هو في الوقت ده يبرد خالص بعد ما فات 2 3 ساعات، وببتدي ان انا اغطيه بعد كده، افتحه بعد ما يهدى واحط عليه طبقات الموز. انا السوبر ماركت الصراحه اللبن جوز الهند مش متوفر، فعملت ايه؟ انا عملت صوص التوفي او صوص كراميل اقتصادي شويه، لان انا عملته بسكر ابيض، فالفرق ما بين التوفي والصوص الكراميل السكر. التوفي بنعمله سكر بني، الكراميل بنعمله سكر ابيض. مكونات الصوص الكراميل ايه؟ لانه ده مهم معايا جدا. السكر انا حطيته على النار، وكوبايه من اللبن، ومعلقه نشا بدوبها على البارد دي في الاخر في شويه ميه كده، وبحط معلقه زبده. انا بس يا رب الحق معاكم في الوقت ده، بس انا بسيبه على نار متوسطه، انا عليت شويه عشان ننجز. اول ما هيبتدي يسيح معايا وياخد اللون الذهبي هنزل عليه اللبن وافضل اقلبه. انا هنا حطيت طبقه الكراميل اللي احنا بنعملها دلوقتي، هبتدي ان انا احط عليها شويه موز. الوصفه دي لطيفه جدا. هو الصراحه الموز لما بيدخل في اي حلويات بيبقى طعمه جميل قوي، وكل ما بتقعد كمان كل ما بيبقى طعمها احلى. يعني انا لو بعدتها ليله كده في التلاجة او سبتها 5 6 ساعات، الموز بيبتدي يطرى ويتشرب صوص الكراميل او صوص الطافي، وبيبقى طعمه حلو قوي. خليط كده وتركيبه الكراميل مع الموز من الحاجات اللي فعلا هايله مع بعض. انا تقريبا كده حطيت كل موز. لا شغاله النار، بس هي انا خايفه اعلي عليها عشان ما يتحرقش، وفي نفس الوقت عايزاه يتعمل. انا هنا محتاجه ايه؟ انا محتاجه مقص بعد اذنك يا سيد للاثنين. ده ايه المقص التاني ده؟ لا اقص تاني حبه كمان. بصراحه مطلعه يعني عايزه اجهز لكم اشكال كتير من التقديم، لان انا التقديم الحاجه بيفرق معايا قوي. يا رب الحق معاكم. واحدة بيتحط لها بقى كريمة لباني مخفوقة، سواء الباودر او الفريش المية اللي في السوبر ماركت. هشوف دلوقتي انا عاملة ايه. انا فاكرين الكروكان اللي عملناه من حلقتين اللي هو سكر، حطيته على النار اقلبه، مش مشكلة، بمعلقة خشب. انا حرقت سكر هنا، خد اللون الذهبي معايا، صبيته وهو سخن على طول بالشكل ده، وعايزة ان انا اعمل منه اشكال كده جمالية. زين بيه التارت بتاعي يبقى شكله حلو.
يعني هو هو نفس كروكان بس عملت له شكل مختلف يعني. اه السكر بتاعي بس هيدوب، هو لسه شويه يدوب كمان، وهحط له كوبايه اللبن بتاعتي. اللبن ما يبقاش طالع من الثلاجه، يبقى بحراره الغرفه، دي اهم حاجه. هيبتدي ان هو يفور، ما تقلقوش. وساعات بيعمل تكتلات كده اكن عمل قشطه، برده ما تقلقوش. برجع بعد كده بقى بعد خالص ما يبرد بضربه في الخلاط او بهاند بلندر، وكل الكلام ده هيبقى مظبوط معايا. معلش يا سيد، بس قلبه دقيقه كمان وانا اكمل هنا. عملت شكل ايه تاني؟ انا كان في السيليكون الموف دي جواها رسوم حاجات انا رسماها. عملت اشكال تانية برضو من الكروكان، اشكال كده انا برضو هو سخن مسكته ودلقته، يعني هو كده في المرحله دي ده كده كروكان. هاخده احطه في القوالب تديني اشكال الدوائر دي، او ابتدي ارسم بيه بمعلقه كده اي شكل انا عايزه اعمله يديلي شكل جمالي احلى. الشكل اللي انتوا شايفينه ده لو الكاميرا جايبه معايا، انا في المرحله دي بقى هحط اللبن، هيقعد يفور ما تقلقوش، وهيمسك على نار هاديه، بقعد اقلب فيه وبالراحه خالص. وزي ما قلت لكم بيفك، هيبقى القوام بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، القوام بتاعه اهو ده قوام صوص الكراميل. هدوب معلقه النشا دي في شويه لبن ده بحراره الغرفه بره، او شويه ميه بحطهم عليه بعد ما يدوب خالص، هيتظبط معايا القوام بتاع الصوص الكراميل اللي هنستعمله كتير في وصفات كتير قوي في الحلويات بتاعتنا. ودي كده كانت وصفاتنا للنهارده.